اهلا وسهلا فيك. ويلكم مستر. ثانك يو. انا مندوب من الدولة، وهالاجتماع بخصوص الجسر، مشروع الجسر، وهل يا ترى صار في عنا مثل تصور معين بحال بدكم تلتزموه، وقديش الرقم اللي توصلنا له بالنهاية؟ He's the representative of the Lebanese state. Yes, okay. And he would like to know. We assume that you have studied the project. Yeah, actually, we studied the program. The price? Yeah, about the price. I think it will cost you about, $800,000. Hey. Yeah, $700,000 for the work, the materials, you know, everything. Yeah. I understand. Yeah, and about $100,000 for the company, you know. Yes. Business. Yes. Yeah. Franchement, ce projet, ça va coûter 700,000 euros. 700,000 euros. Euro. Dollar, يعني بيساوي الدولار. A peu près 700,000 dollars. Plus ou moins. Oui, plus ou moins. مثل الدولار. نعم. يعني اوكي oui. Oui. Il y a 600 000 euros. Oui. C'est pour les matériels, les ouvriers, les équipements et ben pour tout ça. معدات و oui, oui. Je comprends. Okay. Je comprends. Et il reste 100 000 euros seulement pour moi et pour la compagnie et les travaux personnels. Tu comprends? Ça va 1000 dollars là elle. Oui, oui, je comprends. Merci. Et ben merci beaucoup. Merci. Joupi Astez. هيدا مشروع الجسر عم يتنافسوا عليه شركات أجنبية. في عنا الشركة الأمريكانية والفرنساوية. الأمريكاني بياخدوه ب 800,000 دولار. الفرنساوي هلا قبلك عرض علي 700,000 دولار. بس أنا شخصيا بفضل هيك مشروع لازمه لناس وطنيين يعني من بلد. ايش تستفيدوا الأجانب على ظهرنا؟ فأعطينا هالرقم الحلو تنقول لك مبروك يلا. نحن أنا يعني صراحة الفرنساوي قديش عطيك؟ الفرنساوي 700,000. 700,000. إيه. طيب انا عملت دراستي وباخذ المشروع التزمه بمليونين و700,000 دولار. إيه؟ مليونين و700,000 دولار؟ ليش؟ خليني اكمل لك، مليون لإلي، مليون لإلك، و700,000 دولار للفرنساوي خليني يقدر يشتغل هو. اتفقنا. خليني هيك. من بكره بنمضي الكونترا وبنبلش سوا. بنمضي. يعطيك العافيه.